اليوم التعليم الخاص بالنسبة لنا هو شريك أساسي وهو امتداد للتعليم العمومي، حيث إن شاء الله في إطار تحيين الترسانة القانونية في إطار تنزيل وتنفيذ مقتضيات القانون الإطار، سيتم تعديل هذا القانون 060 المؤطر للتعليم الخصوصي وغادي أيضا سيتم ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة. في القانون الإطار هناك مادتين، مادة 13 ومادة 14 من القانون الإطار، المخصصتين للتعليم الخاص واللي كتضمن واحد العدد المقتضيات مهمة. أولا كما قلت هو ضبط هذا رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة التعليمية، والنقطة الأساسية والمهمة هو تعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم وتقديم خدمات لفائدة أبناء العالم القروي والأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة لهذه الخدمة. اللي بغيت نقول هي المواطنين أينما تواجدوا خاص لابد يكون هذا التعليم الخاص أيضا في الإمكان باش يمنح لهم واحد الخدمة بالمجان، والدولة غادي تقوم بتحفيز هذا القطاع الخاص في إطار هذه الإلزامية وفي إطار هذه الشراكة اللي كاينة. اليوم القانون 060 اللي قائم لا ينص بتاتا على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول لهذه الوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين. وكان عندي واحد العدد ديال المناسبات السنة المنصرمة في إطار هذا السؤال باش ذكرت وأكدت على هذه القضية بأن اليوم ما عندناش واحد السند قانوني اللي غادي يسمح لنا باش نأطروا هذا ونقننوا هذه الواجبات، ولكن في إطار تحيين القانون الإطاري إن شاء الله قانون 060 غادي نخرجوا واحد المرسوم اللي غنضبطوا هذه الأسعار وغنضبطوا هذه الواجبات ديال التأمين، وغادي نوحدوا هذه المقاربة على مستوى ديال جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.